شعيبنا واحد، أشهر جملة في المغرب تستعمل في جميع السياقات من قبل النساء والرجال، وتستعمل كأجنحة لتبرير جميع السياقات والتصرفات، ولها مفعول سحري عند بعض المغاربة لتفسير كل السلوكيات السياسية والجنسية والاجتماعية وكل شيء. المهم هو التشبث بدريعة كلنا شياطين لا وجود للملائكة في هذا الوطن. الاستعمال المتواتر لهذا الجملة في العديد من المجالات والعلاقات الاجتماعية والسياسية كأنها فعل مشروع واضطراري يدل على اختلال أحد أضلاع الحداثة الثلاثة في هذا المجتمع، ألا وهي الفردانية فلسفيا، ويعجز بعض الأفراد عن تخيل أنفسهم كدوات مستقلة، لذلك يرون أنه من الطبيعي أن يلجأوا لنفس الميكانيزمات والتصرفات بشكل جماعي لصد عاصفة الحرمان السياسي والجنسي والسياسي. أليكسيس دوكفيل الذي تغول في مفهوم الفردانية وتحدث عنها في كتابه الديمقراطية في أمريكا، وخلق كل فرد خاص لمجتمع خاص به، هو احتمال قد لا يتحقق أبدا في هذا البلد. هناك دائما عصبية قبلية تاوية وإيمان بالمصير المشترك والقيم الموروثة يمنع كل مغربي من التفكير في سلوكه ومصيره بمعزل عن الآخرين. هذه النظرية المعروفة لدى المختصين في علم النفس الاجتماعي تعطي تبريرا للجملة التي تحدثنا عنها، عيبنا واحد. فعدم الشعور بتأنيب الضمير يمر حتما عبر الإيمان بوجود مجتمع من المكبوتين ومن المحرومين الذين يتصرفون بنفس الطريقة. الحقيقة هي أن عيبنا ليس واحدا، نحن مختلفون، مختلفون جدا. لذلك قد يوجد مليون شخص يرقصون في موازين، ومليون شخص يناصرون الأحزاب الاشتراكية، ومليون شخص يناصرون الإسلام السياسي، وملايين من المغاربة ضد العلاقات الرضائية، وملايين من المغاربة مع العلاقات الرضائية. من ينكر هذا الفسيفساء المغربي يكذب على نفسه أو يتذاكى دون جدوى. الحياة السياسية والجنسية بالمغرب هي جزء من الحيوات التي نكابدها كل يوم. على المغرب كما على غيره أن يتحلى بالكبرياء والمسؤولية لتحمل نتيجة تدبيرها بمفرده دون أن يلزم مجتمعا بأكمله بانحرافاتها. فمتى سنصل إلى هذا المستوى؟ المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.